اني كنت مع يعني التقرير اللي كان بعض الشباب قالوا لا هم بيفرضوا علينا اراء، القعده ما بتبقاش مريحه، بيقولوا لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا. يعني انت من الجيل الجديد، انت شايف علاقتك بالاهل كانت عامله ازاي؟ لا، لو على تجربتي انا الشخصيه فانا تجربتي كانت ايجابيه جدا ضد التقرير ده تماما. يعني احنا عشنا في عيله واحده من ساعه ما اتولدت، ويا رب يبقى لحد اخر يوم في عمر البنات. والفكره كمان ان انا اتزرع فيها ان انا عايز ابقى كده برضو لما اكبر. انا عايز نفس العيله. انا عشت في عيله مش اب وام واخوات بس، لا انا عشت في عيله اب وام واخوات واولاد عم وعم ومرات عم. يعني لما كبرت اتعلمت حاجه مهمه جدا، ان انا ما اقولش انا عندي اخين. انا اتعلمت اقول انا عندي 5 اخوات بصرف النظر مين اخواتي اللي هم من امي وابويا، ومين اخواتي اللي هم اولاد عمي. بس هم بجد اخواتي، يعني فعلا دي حقيقه. فده اللي اتربيت عليه وده اللي انا عايزه. كانت في حاجه وانا صغير دايما كنت بفكر فيها ولحد الان، ده يعني ما زال حلمي الكبير، يعني ان انا يبقى عندي فلوس كتير جدا، بس ده مش ماديا، يعني مش من الناحيه الماديه خالص. يا ربنا يديك يا رب. بس مش من الناحيه الماديه، يعني يبقى عندي فلوس كتير جدا عشان ابني بيت كبير جدا عشان اعيش فيه انا وكل العيله دي. وابويا وامي واخواتي. ربنا يديك. اصحابك بقى شايفهم بيتعاملوا ازاي مع اهاليهم؟ في الموضوع في ايجابيه برضو من ناس، وفي سلبيه جدا بقى من ناس تانية. يعني انا شفت ناس تانية مش اصحابي ممكن، او هو انا بشوفهم في الشارع، بشوفهم في التعاملات، بشوفهم في الجامعه، بشوفهم في الشغل، بشوف كل حاجه. الناس دي بتفكر بطرق مختلفه جدا. الناس دي شايفه ان اهلها مش هم الناس اللي يقعدوا معاهم. انا شفت ناس مش فاهمينهم، يعني حاسين انه لو اتكلمت مع او اتكلم مع اهاليهم مش بيفهموهم، على طول بيصدوهم، على طول بيقولوا لهم لا. يعني مش فكره برضو هم بيقولوا لهم لا، هو لو اتقال لا دلوقتي فهي بتتقال من زمان قوي. فهم اتربوا على كده، اتربوا ان هم مش هيقعدوا مع ابوهم يحكي لهم مشكله حصلت معاهم في الجامعه، مش هتقعد مع امها عشان تحكي لها على قصه حصلت بينها وبين شاب او. هي الفكره فكره من الصغر، يعني لو انا متربي ان انا اقعد على كده بالظبط، لو انا اقعد مع ابويا او امي ان انا احكي لهم مشكله عندي، فالموضوع ده كان من زمان قوي، مش هيجي دلوقتي وهو شاب وكبير وبقى له اصحاب وبقى له اوضه فيها انترنت وموبايل وكل حاجه وهو مستخدمها ويقدر يعيش بيها حياته، وهيجي يحكي. احنا هنتكلم بقى على الموضوع ده بالظبط. تقدم التكنولوجي. بس معانا نرمين. اهلا بيك يا نرمين. اهلا وسهلا. اتفضلي يا نرمين. انا يعني مبسوطه جدا بالموضوع ده، لان انا بشوف فعلا ناس كتير اول ما بيكبروا وبيتجوزوا بيفقدوا الصله تماما بالخلان والخالات والجدود. بس انا الحمد لله من واحنا صغيرين متربيين على ان احنا لازم يوم الخميس بنتقابل عند جدتي، وبعد ما اتجوزت وخلفت برضه ولادي لازم بنروح يوم الخميس نتقابل عند جدتي، لان هم ما كانوش هيعرفوا العيله. يعني يتعرفوا على عيلة، مش هيبقى ليهم عيلة بعد كده ما يكبروا. يعني مش اولادك لما بتاخديهم معاكي كل خميس بيقولوا لك لا يعني لا سيبينا، ولا بيبقوا حابين هم يروحوا؟ بيبقوا حابين هم يروحوا، لان هم يعني اخدوا ان هو ده بقى جزء من حياته، ان هم يتقابلوا يوم الخميس مع خلاني وجدتي مع العيلة كلها. اوكي. وبرده حريصين ان احنا يوم الجمعة بنروح عند حماتي برده، وبيبقى في عمارة العيلة وبيتقابلوا هناك مع عمامهم وولاد خالات باباهم. جميل. طب الحمد لله ان انت ما عندكيش المشكله دي. لا نشوف. الحمد لله بصراحه انا عندي الموضوع ده الحمد لله. الحمد لله. معانا ميرفت من القاهره. اهلا بيك يا ميرفت. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي حضرتك. الله يخليكي. انا برضه سمعت انا اسفه، انا بقول الاسامي مع حفظ الالقاب. انا تخيلت معايا شباب على التليفون، انا اسفه جدا. اتفضلي. مدام نرمين ومدام ميرفت طبعا. انا ميرفت. ايوه اتفضلي. ايوه مع حضرتك. فعلا هو الكلام ده حاصل، واحنا اتربينا فعلا على كده. يعني احنا اتربينا ان ما كنا نروح نزور ماما يوم وحماتي يوم. انا دلوقتي ولادي يعني عندي ولد اتجوز بيجي لي فعلا كل مره في الاسبوع، وبيروح لمامه مراته برضه مره في الاسبوع. يعني محافظين على الترابط. بس عندي ما اتجوزوش برضه، ابتدوا بقى فعلا يعني يعتبر الثاني والثالث غير الاولاني. يعني كل ما يجيل تحسي ان هو مثلا او الزمن بيمشي المعامله بتتغير. يعني ازاي بقى الصغيرين بقى ايه بتلاقيهم ايه؟ يعني عندهم اصحابهم وحياتهم اهم من انهم يزوروا العيله؟ اهم. يعني كنا الاول بناخدهم ولازم دايما يبقوا معانا على طول. دلوقتي مثلا حتى لما بنتلم على الغدا، يعني اخوهم لما بيجي، انا جوزي متوفي، فلما بيجي بنتلم يوم مثلا يقول لك طب انا جاي، طب مش عارفه ايه، بيبقى عندهم كذا حجه. الكبير الحقيقه يعني ملتزم زي ما تربى وكده. فهي بتبقى اختلاف، مش عارفه الاجيال،
الكبير برضه حتى يعني بيبقى الشغل برضو يعني احنا عاملين الفقره دي عشان نشوف ليه التغيير ده. بشكرك جدا مدام ميرفت. معانا استاذ وليد، اهلا بحضرتك. الو مساء الخير. مساء النور. انا برحب بكل الضيوف اللي معاكم في البرنامج. احنا بنرحب بيك، عايزين نعرف تجربتك بقى مع العيله. بصراحه انا الواحد فعلا اتربى انه لازم يكون في عيله وفي ترابط وفي موده، ان كل دوت فعلا بيترسخ جوانا وبيخلق حاجه جميله جدا. بنكبر لازم نشوف ولادنا عليها، لان فعلا الحاجه دي مهمه جدا جدا جدا. وكل واحد فعلا اتربى انه يبقى في وسط اسره وفي لمه وفي لازم كل واحد يقعد يقول مشكلته ويتقابلوا. وليد انت لسه مش متجوز؟ لا انا متجوز، لسه عريس جديد يعني. طب كويس، الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني هتحافظ على العلاقه بين حماتك ومامتك؟ ده لازم انا حاجه مهمه جدا جدا ترابط الاسره، وهقول لاولادي طبعا ان انا اتربيت على كده ونفسي اشوفهم كده طبعا. يا رب المجتمع كله ان شاء الله يبقى كده. دكتور سمير، يعني عايز اعرف من حضرتك ليه من وجهة نظرك دلوقتي ما بقيناش حريصين ان احنا نزور اهالينا؟ هل التكنولوجيا الحديثة زي ما محمد قال بيبقى الشاب من دول قافل على نفسه وبيعمل 100 حاجة في نفس الوقت، حاطط الايفون وماسك الموبايل وداخل على النت والفيسبوك، ويعني عامل 100 حاجة. التكنولوجيا هي اللي عملت كده في ولادنا وفي شبابنا، ولا المسائل الاقتصادية وان احنا على طول شغالين طول الاسبوع بنصدق يوم الجمعة ده نروح وننام فيه في بيوتنا؟ طبعا مجموعة عوامل كتيرة مع بعضيها، بس الأول أنا عاوز أحذر من حاجة باستمرار بحذر منها، وهي عملية التعميم. لأنه في مصر الحقيقة لازم أبص للعملية دي. عندنا نوعيات مختلفة من الأسر، عندي الأسرة الريفية، وعندي الأسرة الموجودة في المناطق الشعبية، وعندي الأسرة اللي عندها الإنترنت وعندها الكمبيوتر وعندها الاتصالات دي كلها، وعند الأسر البدوية. اسمح لي حضرتك، أنا أسف مش بقاطع حضرتك، بس أعتقد المشكلة في الأسر المتوسطة وال يعني مستواها عالي شوية، لأن الأسر الريفية عندهم الترابط ده لسه موجود، الشعبية إلى حد ما لسه موجود. فأعتقد إحنا بنتكلم على الأسر المتوسطة. أيوة، لو حددنا كده ده موضوع تاني وأساسي. لأن أنا لسه اللي عاوز أقول إيه، إنه يعني سبب أساسي جدا من استمرارية مصر وتماسكها هو التماسك الأسري. أيوة، بفضل الله لغايه دلوقتي ما زال شيء جوهري واساسي جدا. الاسره لغايه النهارده في مصر بصفه عامه هي الضمان الاجتماعي المتوفر لكل الاعضاء بتوعها. بمعنى هي اللي بتوفر الاخوه لبعضهم البعض، الكبار للصغيرين والاب والام، واحيانا الاطفال او الاولاد لابنائهم، بتوفر لهم ضمان العجز والشيخوخه والمرض والكلام ده كله، وبتقوم حتى للبطاله، اعانات البطاله والكلام ده كله. يعني النهارده مثلا مشكله البطاله جزء كبير جدا من حلها او تخفيف حدتها انه ما زال الاباء والابناء واحيانا الاخوه الكبار بيتولوا الانفاق على الشخص العاطل عن العمل. وهم اللي بيتولوا برضه بالظبط، وهم اللي بيتولوا التمويل في عمليات التعليم. والمصري لما بيسافر بره في البلاد العربيه والحاجات دي كلها باستمرار بيبقى في ذهنه مساعده الاسره او اعضاء الاسره، يجوز البنات ويسطرهم ويسافرهم والكلام ده كله، وهو اللي بيجي بعد كده يساعد معهم في مش حل مشكلاتهم المختلفة اللي موجودة. دي نقطة. لكن النهاردة فعلا هنبص نلاقي برضو عشان نبص للتكنولوجيا نقول ما لها وما عليها. عديكي مثلا نموذج ازاي التكنولوجيا بعض الأسر بتستخدمها، اللي هي الانترنت، الاتصالات، اللي هي الاي تي، بتكلم على الانفورميشن تكنولوجي، التكنولوجيا المعلوماتية والتطور الرهيب اللي حصل فيها، ازاي ممكن تستخدم بشكل رائع جدا للتماسك الأسري، وازاي انها ممكن تستخدم او تبقى موجودة احيانا لمسألة العزلة الأسرية. انا مثلا حد مثلا عندي من بناتي مثلا واحدة سافرت أوروغواي لأن جوزها دبلوماسي، أوروغواي دي بعيدة جدا، فأنا كان القلق بتاعي الأساسي طب والأحفاد دول أنا هشوفهم هينسوني، دول رايحين قاعدين هناك 3-4 سنين، مسافة بعيدة قوي، إزاي هتفاعل معاهم؟ هينسوا شكله وينسوا شكلهم. جت هنا الانفورميشن تكنولوجي، وجت الثورة المعلوماتية، وجت لي مسألة الإنترنت، شيء رائع جدا. كنت بتعمل شاتنج معاها طبعا، يعني بتشوفها صوت وصوت بالكاميرا وسكاي. بالكاميرا وبالشات وصوت مفتوح 24 ساعة وقاعدين بنشوفهم، فبالتالي بتحدث مع أحفادي وبنتواصل طول الوقت، في أي لحظة من اللحظات بنضرب جرس نتكلم مع بعض، بقينا عايشين حياتنا مستمرة. حضرتك يا دكتور عندك 6 أحفاد.
انا عندي 6 ما شاء الله نمسك الخشب ربنا يخليهم. علاقتك بيهم يعني حريصين انهم يقعدوا مع حضرتك يتكلموا معاك ولا بتلاقي منهم كده عايز يجري على اصحابه فيهم الاجازه؟ لا هو الاثنين موجودين الحقيقه, في كده وفي كده, في كده وفي لا مش كده يعني, يعني الحالتين موجودين عند الكل يعني. لكن مثلا حريصين باستمرار لانه في نهايه الاسبوع يوم الجمعه يوم السبت كلنا بنلتقي وبنتواجد مع بعضينا البعض طول الوقت. انا بحاول اوفر لهم, وحتى مراتي وامهاتهم توفر لهم كل ما هو مغري لكي يمضوا اليوم مع بعض. مع مثلا اخر حاجه عملناها جبنا لهم ترابيزه بينج بونج فبيجوا جري